سيارة رونو كابتيور، تلك السيارة التي قالت عنها إحدى الصحف المغربية المرموقة إنها سيارة تعتبر الأكثر مبيعا في فئتها بشكلها السابق ب 3500 نفر، وبتجديد الديزاين بها ستكمل المغامرة حسب نفس الصحيفة مخترقة سوق المبيعات المغربية منذ سنة 2013. بالنسبة لي وبعد أن جربت السيارة لمدة من الزمن أصبح يظهر لي عنوان بارز فوق سقفها الذي يختلف في لونها عن باقي أجزاء السيارة، عنوان بارز مفاده أن السيارة أصبحت أكثر حجما مع إبقائها على أهم عوامل نجاحها. تبنت لاغونو كابتور الإمضاء الضوئي على شكل السي، كما زينت بحافز لكي يعطيها طابع السيارة المقاتلة. تتوفر هذه السيارة على ثلاث هيئات جديدة أورانج أتاكاما بلو أوسيون وأميتيست، كما أنها تتوفر على ستة حزم داخلية مما يعطي لمشتريها طابع الانفراد. السلام عليكم، مرحبا بكم موبور ديال لاغونو كابتور. السيارة هذه اللي شحال من مرة كنت كنتمنى أنني نوريها لكم أنني نصورها لكم، جات الفرصة عيطونا انسائغا ديال مراكش أننا نجربها، قالك فوالا يا ليون السي أحمد جي جربها، هاني دابا كنجربها معكم. بين هاد اللي جاني فاز وين أنها كتهتم بالناس اللي راكبين معك اللور كيف ما كتهتم بالناس اللي راكبين معك القدام. ما بيدي تقول لي كيفاش أحمد عرفت هاد الشي بالديزاين ديالها اللور بالمساحة ديالها اللور؟ أنا دابا درت هاد الباساج هذا القدام شي شوية بغيت اتساع السفر، شوفوا شحال المساحة اللي خلات ليا ديال الرجلين هادي حتى بيني وبين السقف، شوفوا شحال خلات لي ديال المساحه. يعني الا كانت شي مرا جون وعندها واحد جوج وليدات ثلاثه ديال الوليدات صغار بغات ديهم لابيسين بغات ديهم للبحر بغات ديهم للعروبيه يفوجوا بغات ديهم في الربيع يدوروا على الطوموبيله هذه، فهي صالحه لكم وصالحه جدا لهذه الفئه من الناس هادو. كما كتشوفوا بانه باقي البلاصه هنايا وباقي البلاصه هنايا، انا هنايا وباقي كتشوفوا بانه كاينه المساحه ديال الرجلين، لي فيتر الكتريك كاينين هنايا عاوتاني ولاو هما داروا في الباب، وهذه شي حاجه زوينه في الطوموبيله انه لي فيتر ولاو هنايا في الباب. كيفما كتشوفوا عاوتاني لي بواني ديال هاد لا فوتور هادي لي بواني اللي ولاو كيكونوا كرومي واللي كيخرجوا بهذا الديزاين هذا اللي كيبين بانه لا فوتور ولات كتهتم بسميتو ولات كتهتم بالراكبين اللور. هاد لا كولور هادي اللي كتشوفوا هنايا هي نفس لا كولور اللي كاينه في الشكل الخارجي الا لاحظتوا. كيفما كتشوفوا معايا كاينين فيها واحد جوج البويلات هنايا اللور حتى هما ديال الناس اللي اللور، كيفما كاينين جوج بويلات قدام. هاد اللعيبات هادو كيكونوا في واحد سيغتان كام ديال الطوموبيلات. هادشي فوالا كاين عندها جوج ديال المقابض شفتوهم، راه ممكن انك ترجع ممكن انك تزيدها للقدام، ولكن احسن حاجه واحسن كثافه هي انها مراجعه اللور. غنمشيو دابا نشوفوا الكوفر من اللور ونشوفوا هاد اللعيبه هادي، يعني الا كنتي هاز تقول ولا شي حاجه كيفاش كترجع الكوسينات من اللور وكيفاش كيوليو غبطه. وبغيت نوريكم واحد التويشيه في الكوفر ان فو بلافون فيها، يلا نتلاقاو في الكوفر. الكوفر ديال الطوموبيل هادي فيه ان فو بلافون، هذاك الفو بلافون ممكن انك تحيدو من بلاصتو لتحت كتردو الفوق وكترد السياج غبطه وكيوليو في نفس المستوى. علاش؟ باش الطوموبيل ديالك كتادابطا مع لا سيتوياسيون اللي انت فيها، يعني ماشي ديما استعمالات عاديه اللي هي وليدات ان بتي باجاج اتسيتيرا، نو نورمال كتبي تهز فيها شي صباغه وتبي ديها الدار ولا شي حاجه المعلميه. السلام عليكم، دايرين لاباس بخير؟ خدمتكم صحه جيده. جوج ديال الاخبار زوينين حنايا في واحد رونو كابتور كروس اوفر بين بواط فيتاس و داسي، من بعد نشرح لكم هادشي. الاخبار الزوينه الثانيه وتبارك الله كاينه الحراره في مراكش، دوكو اول حاجه نجربوا في الطوموبيله هذه هي لا كليماتيزاسيون باش ما نبقاش نمسح كل ساعه وداك الشيء نبقاو نمسحوا في الدروكات، غنستعملوا ما اتانا الله عز وجل. كنبركوا على الفران كما العاده وكنكسير صافي الله يعطيك الصحه. دابا انا كليماتيزاسيون كتكون مخدماش، تي كليك سور اسي بوي كتحيد الاوف، انا نديرها في الدوبل الاول اللي كنحاول نطفينا هذاك الشيء كلشي بسم الله. الطوموبيل هادي سي كروس اوفر، كروس اوفر بالتعريف اللي عطاها فاندين ايكر. فاندين ايكر قال لك بانه الكروس اوفر هي واحد السياره اس يو في من حيث الشخصيه الخارجيه، من حيث القساوه ديالها، من ناحيه لا فيروسيتي ديالها. هاد السياره هادي في نفس الوقت كتاخذ من عند المونوسباس العمليه ديالها، يعني انها سياره عمليه من الداخل، وفي نفس الوقت كتاخذ من عند الباغلين متعه ديال القياده. دوكو هاد السياره هادي الان الا بينا ندويو عليها خاصها تجاوبنا على ثلاثه ديال التحديات اللي هما الحاجه الاولى هي لا فيروسيتي ديالها، هي الشراسه ديالها والشخصيه القويه ديالها. الحاجه الثانيه اللي خاصها تجاوبنا على هذه السياره هذه وهي اللي كنت هضرت لكم عليها في المقدمه ديال الفيديو،
الان دابا خصنا نهضروا على المونوسباس. خدات من عندها طابع ديال العمليه، راكم نتوما شفتوني راكب اللور، شفتوا الكفر كي داير، شفتوا الكوسانات كي دايرين، نتوما شفتوا بين الطوموبيله كتجه الاتجاه ديال السائق، يعني ماشي شي طوموبيله اللي ما كتهتمش بالسائق، بالعكس انا كنحسبها بان اوريونتي فير لو كوندكتور، وفي نفس الوقت كتعطي واحد الطابع ديال لي بريستيج بالنسبه للناس اللي راكبين معك. حنا دابا راكبين فيها ثلاثه وتبارك الله راه الطوموبيله متسعه وكنحسوا بالراحه وداك الشيء، وانا راه دابا مخدم الكليماتيزور. ديكو هي واش طوموبيله عمليه؟ ما يمكن تكون الا طوموبيله عمليه. دابا غنجيو للطابع الثالث، هي متعه القياده. متعه القياده اللي كتاخذها هذه السياره دي بطبيعه الحال، والكروسوفر اللي كتاخذها من عند من؟ اللي كتاخذها الكروسوفر من عند من؟ من عند نعم سيدي، من عند البرلين. كي دي متعه القياده كيهضر على اش؟ اللي كيهضر على متعه القياده كيهضر على الموتوريزاسيون. لا موتوريزاسيون اللي عندنا في هاد لا فواتور هي ستون اش، كاينه سور 3 غام، كاينه لايف، كاينه اكسبلور، وكاينه الاندنس. بالنسبه لللايف كاين فيها 85 عاود بين فوات فيتاس مانويل، وبالنسبه للاكسبلور وبالنسبه للانتنس، الانتنس اللي عندها لا ديزاين ديال اللي عندها لا فينيسيون انيسيال باغي، من بعد نهضر لكم على ديك انيسيال باغي اش كتعني. المهم دابا نهضروا على لا موتوريزاسيون، خليوني كونسونطري في لا موتوريزاسيون باش هاد المره عاوتاني ما تعايرونيش. بالنسبه للموتوريزاسيون قلنا في اللايف كاين، بالنسبه في اللايف كاينه سيدي 85 عاود، كاينه بوات فيتاس مانويل، وبالنسبه للانتنس وبالنسبه للاكسبلور كاين 85 وكاين 90. بالنسبه ل 85 وبالنسبه ل 90 نعم سيدي، ال 85 لا في الاكسبلور لا في الاكسبلور لا في الانتنس ما فيهاش بوات فيتاس اوتوماتيك، ولكن هذه اللي حنا راكبين فيها راه سميتو 90 عاود. علاش؟ لانه كاين فيها بوات فيتاس EDC اللي هي اوتوماتيك. البوات فيتاس EDC هي واحد البوات فيتاس ديال رونو اللي دارت سنة 2010. هاد البوات فيتاس هادي باش معروفة، هاد البوات هادي فيتاس باش معروفة، معروفة بانه لا كونسوماسيون ديالها بحالها بحال البوات فيتاس، لا كونسوماسيون ديالها لا بواط فيتاس ديالها بحالها بحال اون بواط فيتاس اللي هي مانويال، يعني ما كتكونسوميش ليك المازوت بزاف. اون بليس دو سا عندها داك لو سوسي ديال لونفيرونمون، يعني ما كديرش ليك بزاف ولا ما كديرش انبعاثات كربونيه كثيره ولا شي حاجه. دابا نرجع لكم على لا فينيسيون انيسيال. لا فينيسيون انيسيال نعم سيدي باغي، هي اون فينيسيون اللي كتكون في الانتنس، هي اون فينيسيون اللي كتكون في الانتنس. هذيك لا فينيسيون اللي كيكونوا دي برودوي، هذيك لا فينيسيون اللي كتكون معطيه لهاد الطوموبيله هذه اللي هي لا غونو كاب تيغ اون بليس ديال لا غونو كليو، وحتى لا طاليسمون، لا طاليسمون استيت. هاد لا هاد لا فينيسيون هادي ما كتكونش مرتبطه بلي برودوي اللي كاينين عندك في الطوموبيله بحال هاد البلاستيك موسي اللي عندي هنايا، نو، كتكون مرتبطه حتى بالسيرفيس اللي عندك في لا فواتور ديالك. سيتادير بانه عندك ان سيرفيس شي غونو اللي سميتو انيسيال باغي. دابا هادشي كامل كيخليني نتفكر دائما فندن ايكر، واحد القوله اللي قالها قال لك بانه هاد الكروسوفر ديال فرنسا كيخليك انك تتعامل مع لا جانجل ديال 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 المدينه بواحد الاريحيه تامه. صافي انا نقول واحد الفكره وانا نقول لايمان، قلت لي عرفتي اش نديرو؟ هاد الطوموبيل هادي خصنا نشوفوها كي دايره في لا جانجل ديال المدينه، دوكو من ان بيو نعرفوها كي دايره في لا جانجل ديال المدينه، ما كاين ما احسن من اننا نجربوها في المدينه. الان سي ار ا ديال مراكش كاينه في طريق مرجان، دوكو الناس ديال مراكش راه يفهموني شي شويه، يعني في طريق كازا. ايبوي حنايا نمشيو دابا للكتوبيه نعم سيدي، والتحدي ديالنا اننا نمشيو للكتوبيه ونرجعو في اقل من 45 دقيقه ونشوفو هاد الطوموبيل هادي واش غتعرف تتعامل معاه هاد المناخ هذا ديال مراكش في هاد الحراره في هاد الصداع. ونتمناو من الله اننا تجينا فرصه اخرى انني نجربها لكم خارج المدينه، لانه هي ستون كروس اوفر، سيتادير ان الطوموبيل هادي ممكن انك تسوقها وسط المدينه باريحيه تامه، لانه هي الباريجيم راه الطوموبيله مرتاحه، يعني ضو حمار فراني كسيري داكشي ما يقول ليها والو، وعاوتاني داك 260 كتجيبها في لا موين ديال انك ممكن انك تسوقها برا المدينه. سي كروسوفر اللي ممكن تسوقها في اي شنطه كيف ما كانت، سواء كانت بيس سواء كانت مقاده سواء ما كانتش مقاده. صراحه كلشي كنشوفو كلشي عندي هنايا بحال زعما كنسوق في شي تيليجو ولا شي حاجه، وحتى المرايات انا دائما كيقهروني في الطوموبيلات، ما كنحملش ديك الطوموبيله اللي عندها البوان نوار بزاف. هذه راه عندها عاوتاني عندها اون بليس ديال باركين اسيست، عندها واحد اللعيبه هنايا داك السنسرز اللي كيكونوا هنايا في المرايه ديال الجناب كيعطيوك واحد اللعيبات زوينه. هذه راه ما عندهاش، ولكن في اوتر فينيسيون كيكونوا هذوك اللعيبات هذيك اللي كتكليني وطيلك الا شي واحد جاي عندك من اليمين ولا شي واحد جاي عندك من اليسر. ديكو هاد الطوموبيله هادي مزيانه في هاد اللعيبه هادي، ولكن انا اظن انني مثلا انا كشباب وداك الشيء ما كنحتاجش هذيك اللعيبه هذيك في الطوموبيله. علاش؟ لان انا كيجيني بانه المرايه كافياني. هاد الطوموبيل هادي ما عندهاش تاخر في الباساسيون ديال الفيتاس. علاش؟ لان سيت اون بوات فيتاس كما قلنا او دي سي، من بين المميزات ديالها اون بليس ديال الكونسوماسيون داك الشيء هي ان الباساسيون ديال الفيتاس كتكون بحال اون فوات، بحال انت كتسوق
بحال كتسوق انت في ان بوات اللي هي مانويل، وهذا الشيء زوين في الطوموبيلات اننا نوليو نشوفوا هذا التيل بريستيج هذا كيبدا يتعطى للمغاربه. انا ميم بوات فيتاس راه تقدر تلقاها حتى في الكليو الا خديتوها اوتوماتيك، حتى هي راه عندها لا ميم بوات فيتاس. وشي حاجه اللي زوينه ان تكون عندنا هاد لا بوات فيتاس هذه وسط المدينه بالنسبه للناس اللي شي شويه اجي وداك الشيء، راه انا كيجيني بانه بركه عليكم من بوات فيتاس اللي هي مانويل، تمتعوا شي شويه بالحياه وزيد شي شويه وشري من بوات فيتاس اللي هي اوتوماتيك وهتم ليا نعم سيدي انت هي بهاد القدام ديالك. المهم نعم سيدي دابا حنايا فين وصلنا؟ وصلنا لباب دكالة، وصلنا لباب دكالة زعما الطوموبيلة باقيين غاديين بها بكل أريحية وبكل نعومة، ما كاينش زعما شي إشكال ولا شي حاجة في هاد الطوموبيلة هادي، حنا غاديين بها سلسة الطوموبيلة وبخير. عرفتي والله إلا 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 كاين واحد الملاحظة اللي نقولها لكم في هاد الكروسوفر، دائما أنا ملي كنسوق شي طوموبيلة كروسوفر كتكون عندي نفس الملاحظة، ولكن في هادي بالذات هاد الملاحظة كثيرة كثيرة لاحظتها بزاف في الطوموبيل. المهم خليوني من ديك النوضة اللي دابا أنا من الصباح ما كنتعذب فيهاش وبالزربة السيدة كتنوض وكتنزل وداك الشيء. سيكو هاد الطوموبيلة هاد الكروسوفر هادي كتعطيك واحد الشخصية وسط الشانطي، عرفتي الناس ما كيقدوش يقربوا لك، الماطر كيعطيوك اتساع، موالين الطوموبيلات كيعطيوك اتساع كيبعدوا منك وكتمشي في الشانطي ديالك مرتاح. هاديك الهضرة اللي قال فندن إيكا حنا رجعنا لها بأنه الطوموبيلة الكروسوفر مديورة باش تعطيك الشخصية ديال اس يو في وتعطيك ديك المتعة القيادة ديال وتعطيك متعة القيادة ديال واحد اشنو ديال اون برلين. متعة القيادة ما نهضرش، الفولون ديال هاد الطوموبيلة هادي راه هضر على راسو من الصباح، نتوما كتشوفوني بنصيق بيد وحده بكل اريحية. والله الا شي حاجة اللي الطوموبيلة مانيابل كتمشي معاك الشاسي والكباري متفاهمين، ما نزيدش الهضرة بزاف على هاد الطوموبيلة ونيفو ديال السوكان ديالها اللي بخير. حنا كنشوفو في الكتبية دابا نمشيو نشوفو فين نبلاصيو تبارك الله الكروسوفر هادي يا بخي، نرجع ناخدو ان سيلفي وهنرجع عندكم باش نهضروا على الطابلو دبور وباش نهضروا على اش نهضروا على الطابلو دبور وباش نهضروا على نعم سيدي لا ميدياناف ديال هاد الطوموبيل هادي اللي كيهضر اللي كيخدم واللي هو ادابتابل لاش الاندرويد فون. شوفوا معايا كتبيه هي اللور تحدي سيكو ما ناخذوهاش من هنا، تحدي وانا خصنا ناخذوا سيلفي من قدام الباب، باقي لنا واحد الدفعه شوفوا قداش شفتوها قداش هذاك الشيء كاملو باش نوصلوا للكتبيه باش نكونوا حققنا لو ديفي ديالنا هو اننا ناخذوا سيلفي مع الكتبيه في هذاك الطرف المؤقت اللي خديناه، يعني الا خدينا في هذا السيلفي هذا راه مزيان. التليفون عند ايمن يلا سيلفي. وهذا اللي ما دويت لكمش في الطوموبيله هو ان الطوموبيله عندها ليميتور، عندها ريغولاتور دو فيتاس واللي حتى هو كتحكموا فيه من هنا، عندكم دوك العيبات باش كتزيدوا باش كتنقصوا السرعه ديال ليميتور ريغولاتور دو فيتاس، هنايا باش كتسجلوا السرعه اللي كنتو فيها في ليميتور ريغولاتور، وكاين عندكم لي كوموند فوكال حتى هما في ليميتور ريغولاتور ديال الفيتاس، هما عندكم هنايا ان كوموند لي كوموند، وعندكم بطبيعه الحال الكلاكسون اللي كاين هنايا في طابلو دبور. كاين عندنا لو مود ايكو، انا دابا درت لو مود ايكو انا خدمته غنشوفوا كيفاش بتولي الطوموبيله معايا في لو مود ايكو، غنشوفوا كيفاش بتولي الطوموبيله كيفاش تجاوب معايا الطوموبيله في لو مود ايكو اشنو غدير شنو هو التغييرات اللي تعطيني الطوموبيله. الطوموبيله صافا نشوفوا دابا لي تور موتور، انا تنعرف المود ايكو هي بالموتور موتور، غنشوفوا بشحال دوز الموتور صراحه باقي هو باقي في الويد باقي زوين، يعني ما تغيرش بزاف الموتور ما حسيتش بشي شونجمون من بعد ما درت المود ايكونوميك. سورتو انايا دابا وسط المدينه دابا ما كان حتى شي شونجمون صافا بخير. سالينا للسي ديال لا غونو كابتور شحال ديال الحوايج ما قلتهمش على ديك التجربه ديال ديك الرونو، لانه مشينا في الديفي بزاف ديال انا نمشي في الوقت ونجي في الوقت. من بعد ما جربت لو مود ايكو فيها عجبني بزاف على لو مود نورمال فيها سبحان الله، ميم سي الناس كيعجبهم انهم يجربوا لو مود نورمال في الطوموبيلات، صافي كيعطيو داك لا فورس كامله لا بوات فيتاس اتسيتيرا. مي بون اول ما جربت انا لا بوات فيتاس او دي سي ديال لا غونو كابتور سيتي بون سيتي مزيانه، لا باساسيون دو فيتاس لا في المود نورمال لا في المود ايكونوميك سيتي فيت سيتي فلويد سيتي رابيد، وهذا الشيء اللي كيخليني نقول بانه فوالا هنا هاد لا تكنولوجي اللي ولات بواحد الثمن اللي هو ابوردابل دو تيل بخي انك تجيب اون بواط فيتاس او دي سي بهذاك الشكل راه شي حاجه اللي زوينه. اون بليس تا ديال الكونفورتابل ملي كتركب هذيك الطوموبيل كتحس براسك بزوج سازيغ فوزيت اون كروس اوفر، يعني لو كونسيبت ديال كروس اوفر ديال لا كابتور انت ملي كطلع في الطوموبيل وانت خدام في هذاك الكونسيبت. داكشي انا باش دائما كان كيعجبني سميتو اش كيتسمى سميتو حتى سميتو داك اللي دار الديزاين فاندن ايكر، داكشي دايما انا فاندن ايكر كنكون معجب بالديزاينات ديالو
باسكو هو كيلعب عليك انك كتحس بالكونسيبت ديال السياره دو ا زد، يعني ملي كتبدا الجورني ديالك فيها حتى كيسالي النهار ديالك انت راك حاس براسك بانه انت راك في كروس اوفر دو جونغ كابتور، هي الاولى تقريبا من النوع ديالها في هذاك المجال اللي كيكون بهذيك دو تيل كونسوماسيون دو تيل بري، لانه طوموبيلات كروس اوفر في نفس الفئه ديالها راه كيسواو وكيسواو بزاف. وكيف العاده الحلقه ديالنا ديال اليوم راه سالت من ان سي ار ا ديال مراكش، الناس هذو دائما كنشكرهم وكنشكرهم بزاف لانه كيعطيونا هذه الفرصه هذه ديال اننا نصوروا طوموبيلات اللي جداد في السوق. شكرا لهم عطاونا هذه لوبورتونيتي ديالنا نجربوا لا غونو كابتور كما كتشوفوا معايا حنايا حدا ان سي ار ا ديال مراكش. كان معنا ايمن شي تحيه. ايمن هو اللي كان معنا اليوم في التحدي اللي ربحناه ديالنا نمشي ونجيو في 40 ديال الدقيقه. واش شريت سالا 40 دقيقه؟ تمام والكمام. ديكو سالينا التحدي ديالنا، ما تنساوش بان راه دو ستار تيست درايف ديالها راه قريب وقريب بزاف، وراه ان شاء الله نديرو لكم مفاجات اخرى من غير لا دو ستار ديال لاغونو كونغو. شفتوها هنايا كتشوفوا معايا كاينه لاغونو ميغان، ديك الشيء لاغونو ميغان سيدان حتى هي كاينه هنايا، طاليسمان حتى هي راه ولات اون اس شفتوها لا طاليسمان. نتمنى من الله اننا نديرو لهم لسي كاملين وان شاء الله راه الفيديوهات هيكونوا يتطوروا من احسن ومن حسن الى حسن. كان معكم حمد الانباسي، السلام عليكم.